بشوف ان اللي هيدمر اسرائيل تحت البيت عندي، واللي هيدمر حسن مبارك وان ابنه مش هيمسك الرئيس برضو تحت البيت عندي. ما بقتش فاهم يا ترى ايه اللي تحت البيت ده اللي هيدمر اسرائيل وامريكا وهيودي حسن مبارك وابنه في داهيه. فبعد كده جت رؤى ان التابوت اللي هو الايه 248 سوره البقره، التابوت ده هو اللي موجود تحت بيتك، وان اللي هيدمر اسرائيل موجود اسمه في التابوت اللي هو المهدي المنتظر الحقيقي اللي كلنا طبعا بندور عليه وبنسال عليه. طبعا انا هحتفظ هو يبقى مين، لكن احنا يهمنا ان احنا نطلع التابوت ده عشان نعرف هو يبقى مين الشخص ده. طيب فعلا وجدت ان حسن مبارك وابنه راحوا في داهيه، فبدات اهتم انا بالموضوع فعلا بقى، لان الموضوع ايه ما يسكتش عليه، ده الراجل راح في داهيه وابنه، مش ممكن ان يكون الموضوع تهريج. بدا يجي ناس ابرزهم واحد اسمه رزق، ورزق ده شكله يعني شكله اسرائيلي، وفعلا طلع لي الباسبور على انه من عرب اسرائيل. طبعا الكلام ده يعني مش عليا، يعني هو طبعا واضح ان هو من الموساد وعايز يتاكد، هو مش جاي يتاكد من التابوت، هو بيقول لي هو التابوت ده هيعمل ايه. حضرتك اتاكدت بنفسك ان هو من عرب اسرائيل؟ لا، طلع الباسبور، يعني طلع الباسبور وصورته كله مكتوب بالعبري، الباسبور كله مكتوب بالعبري وكده. ف بدا طبعا يسالني، مش بيسالني انت عرفت ان التابوت ان التابوت موجود ولا مش موجود، لا هو بيسالني بيقول لي هو التابوت ده هيدمر اسرائيل ازاي؟ ده السؤال اللي هو كان بيساله، ما كانش بيسال على حاجه تانيه.